رفض الظهور على الشاشة وعالجه أحفاده من الاكتئاب، وعشقه الجميع منذ ليالي الحلمية حتى أصبح عمدة الدراما المصرية. فهل سيعود للشاشة بعد سنوات الاختفاء أم سيفضل العزلة؟ وما هو سبب ابتعاده عن الفن؟ هو صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني، واشتهر بصلاح السعدني. ولد بالمنوفية عام 1943، وله 10 إخوة، منهم شقيقه الكاتب الصحفي الراحل محمود السعدني. تخرج السعدني في كلية الزراعة، وكان زميل دراسته هو الفنان عادل إمام، ودخلا سوياً المجال الفني ومثلا معاً بمسرح الكلية. وبعد أن تخرج السعدني، منحه الفنان فؤاد المهندس دوراً صغيراً في إحدى مسرحياته بعد أن رآه في أحد العروض الجماعية. دخل صلاح السعدني عالم الدراما في أوائل الستينات، حيث ضمه المخرج التلفزيوني نور الدين مرداش مع مجموعة من الممثلين في مسلسل هارب من الأيام، ثم كانت بدايته الحقيقية مع أول أعماله بالتلفزيون في مسلسل الرحيل عام 1960. كان أول ظهور له بالسينما عام 1966 في فيلم شياطين الليل بطولة الفنان فريد شوقي وهند رستم، ولكنه لمع واشتهر أكثر بفضل أعماله التلفزيونية، فلقب بعمدة الدراما المصرية. وكان أهم أدواره التي قدمها هو دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية، ودور حسن في مسلسل أرابيسك. وفي بداية هذا العام كانت قد أثيرت الشائعات حول وفاته، وذلك بعد أن صرح ابنه الفنان أحمد السعدني بإصابته بفيروس كورونا، ولكن سرعان ما تم نفي هذه الشائعة، ولكن بدون ظهوره، فما زال مختفياً عن الجمهور منذ أكثر من 8 سنوات، وكان آخر ظهور له من خلال صورة نشرها ابنه في عيد ميلاده 77. وكان قد عانى السعدني منذ عدة سنوات من اكتئاب شديد بعد وفاة أصدقائه ورفاق مشواره، وهم نور الشريف ومحمد وفيق وآخرهم الفنان فاروق الفيشاوي، وبسبب ذلك ابتعد لفترة طويلة عن الظهور في أي مناسبات فنية أو اجتماعية، كما رفض الظهور الإعلامي ليفرض على نفسه نوعاً من العزلة، حتى أنه لم يكن يرد على هاتفه، وكانت زوجته هي التي تتولى مهمة الرد لطمأنة من يتصل. وكان آخر تصريح لزوجته في عام 2018، فقالت أنه بصحة جيدة وخرج من حالة الاكتئاب التي عانى منها، وكشفت عن أن أحفاده قد لعبوا دوراً كبيراً في تخفيف حالة الحزن التي أصابته. وأكملت السيدة منى أنه قد اكتفى بما قدمه من أعمال وتاريخ فني يفخر به، ويفضل الحياة في هدوء بعيداً عن الأضواء. ويذكر أن ابنه أحمد قد طلب منه كثيراً الظهور معه في بعض الأعمال، إلا أنه رفض تماماً، فهو الآن يتابع الأعمال الدرامية ويشعر بسعادة كبيرة عندما يتابع أعماله الفنية التي تتم إعادتها. وأشارت زوجته أيضاً إلى أن الزعيم عادل إمام يتواصل معه تلفونياً من وقت لآخر، وكذلك الفنانة هالة صدقي وعدد من الفنانين الذين شاركوه بعض الأعمال. ومنذ شهرين احتفل عمدة الدراما صلاح السعدني بعيد ميلاده 78 في هدوء مع أسرته بعيداً عن الأضواء والضجيج، وكان آخر أعماله الفنية هي التي قدمها في عام 2013، وهو شخصية عبد القادر في مسلسل القاصرات. ورغم ابتعاده عن الأضواء، ولكنه لم يبتعد عن قلوب الملايين من محبيه وعشاق فنه.